أنا مبسوط إنه أنتم مجتمعين هنا عندنا في هالروح السعودية لهذا البيت اللي يجمع فنانين من كل الأماكن من كل البقاع اجتمعوا عندنا بروحهم الحلوة. شكرا لكم أنكم جيتونا. الله يعطيك العافية. يعني على فكرة إحنا دائما نقول إن هذا البيت بيتنا، يعني إحنا في رمضان هذا البيت بيتنا. أنا بالنسبة لي هذه أجوائي. الله والله جبنا أجوائي وتحديدا في رمضان، يعني بصراحة ديكور أهنيكم. حتى الألوان تناسق الألوان. هذه المدام يعني ما شاء الله عليها تبارك. يا عمري. ما تدخل في ذا الهام. ما شاء الله تبارك ما شاء الله إلا تزينة ما شاء واضح. الله. واضح. واضح. واضح جدا. بس أهنيك على الألوان صراحة. مشكلة أصدقائي مريحة. مكشوفة. ربعنا. أي والله نورتونا مبسوطين فيكم كل عام وأنتم بخير. كيف أجواء رمضان معاكم؟ والله الحمد لله منور الشاشات طبعا ريوم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك وأنتم بعد منورين. الله يخليك لك. هذه الكبسة الحقيقية. بالله يكفي الرز لو سمحت. كفي الرز. الواحد يبغى يعوض بعد الخصم. اي والله. الله يحييكم نورتونا. جعل الأخير العالمي يتفضل. ومنورين منورين الدرعية، منورين روح السعودية يا جماعة. شكرا جزيلا. احنا سعوديين في السعودية وروح سعودية والطاقة مليانة بصراحة والأشياء الحلوة اللي قدامنا هذه السفرة المحلية الجميلة. اي والله. بس ليش حطت لنا ورق عنب حبيبتي؟ يعني عشان يعني كذا نبدأ. مزج مزج ايوه. دلعكم يا جماعة دلعكم طبعا فهم الناس أنا طباخة طبعا عشان أحسن الصورة. كيفك مع الأكل يا أبو أحمد؟ والله أنا طبعا إنسان أحب الأكل. إيه ما أصير الدب إلا من الأكل أول. وما زلت أحب الأكل ولكن لا أستطيع الأكل كميات كبيرة بعد التكميم. إيه ولكن أنا من عشاق الأكل وهو من عشاق الرز يعني.